بسم الله الرحمن الرحيم. بداية أريد أن أذكر بأن الآثار النفسانية الناتجة عن فترة الحجر الصحي وتمديدها بسبب جائحة كورونا لها بعض التأثيرات النفسانية على الجميع، على أطفال وكبار ومراهقين، ولكن هذه الآثار تتمحور حول مجموعة من الإحساسات والمشاعر السلبية، والتي لا تتطور إلا في قليل من الحالات إلى اضطرابات نفسانية. وفيما يخص الأطفال، يجب التذكير أن هذه الآثار النفسانية بسبب التمديد لفترة الحجر الصحي لا تكون ظاهرة بشكل واضح للآباء، بحيث أن الأطفال خصوصا الصغار منهم لا يعبرون عن طريق الكلام أكثر ما يعبرون عن طريق جسدهم وعن طريق سلوكياتهم وتصرفاتهم، حيث أن هذا عدم القدرة على التعبير تؤدي إلى اضطرابات أحيانا جسمانية تكون يفهمها غلطا الآباء والأولياء، وهذا بسبب ضعف إدراكهم وقلة تجربتهم، من جهة كذلك أحيانا لا يجدون الكلمات المعبرة عن إحساساتهم من جهة أخرى. طبعا بالإضافة إلى ذلك، فهناك بعض الأطفال وبعض المراهقين الذين يحسون بأن أباءهم ليست لهم الأجوبة المقنعة، وأنهم يعانون مثلهم من نفس الحيرة ومن نفس القلق. كذلك بعض الأطفال الذين يلاحظون واحد مجموعة علامات القلق والتوتر على أبائهم ويتفادون طرح الأسئلة عليهم، وبالتالي تتمحور اضطراباتهم حول اضطرابات سلوكية وبعض المرات اضطرابات مرتبطة بالجسم للأطفال. أضف إلى ذلك بالنسبة للمراهقين بالضبط، نحن نعرف أنها هي مرحلة للأطفال للمراهقين تبدأوا يحسوا بالفراق الذات ديالهم، بتباعد ذاتهم عن ذات أبويهم في إطار التحرر وفي إطار مقاومتهم للآراء الأخرى وفرض ذاتهم، وبالتالي يتفادون التحدث عن هذه الآثار النفسية التي يحسون بها. طبعا هذه الآثار تتجلى في مجموعة من الاضطرابات اللي يمكن تتطور حسب كل حال، منها اضطرابات مرتبطة بالنوم، إما إفراط في النوم أو في أرق أو فقدان القدرة على النوم، كذلك اضطرابات مرتبطة بالأكل حيث أنه يمكن أن تكون أكل مفرط أو فقدان الشهية، أو إحساسات بالقلق والتوتر مع مشادات مع الأطفال ومع الأوابين والمقاومة مع عدم استقرار مزاجي وحركي. طبعا الاستقرار المزاجي والحركي يمكن أن ينضاف إلى اضطرابات تكون سابقة لفترة الحجر، فهناك بعض الأطفال الذين كانوا يعانون من النشاط المفرط ويتواجدون أثناء فترة الحجر الصحي في وضعين غير مريحين في منطقة جغرافية محدودة في البيت وأمام حارسين الأب والأبوين اللي ما كانش منعتهم تبقوا في الدار وبقوا في الدار، وهذا يزيد من ضيقهم الحركي والنفساني والمزاجي. طبعا يمكن أن يكون عكس ذلك ويتطور هذا الاضطراب إلى انعزالية في البيت وعدم الكلام بشكل عادي، وأحيانا يمكن أن تطور إلى رفض متابعة الدراسة عن بعد، أو لا عند بعض المراهقين تتطور إلى رفض الالتزام بالإجراءات الاحترازية، وكذلك عند بعض الأطفال خصوصا الصغار يمكن أن تتطور إلى حالة ملل وشعور بالهم والحزن، وكذلك بعض المرات البكاء بدون سبب، أو عند الأطفال الصغار يتطور إلى طلب حنان ورفق من والديه بشكل كبير، حيث أنه يعانقهم ويقبلهم بشكل فايت يفوق العادة. يجب أن دائما نعود ندير واحد لاميزو بوا مع الأطفال، أن دائما نعيد ترتيب توقيتهم وأنشطتهم اليومية، كذلك لا نعود نتكلم معهم على الأفكار
اللي عندهم على المرض وعلى الحجر الصحي كيفاش كيشوفوها، ونعاودوا نرتبوها معهم بشكل واحد واضح حسب العمر. فالطفل 3 سنين ماشي هو ديال 5 سنين، ماشي هو المراهق، وبالتالي كناخذوا بعين الاعتبار هذا الادراك ديالهم، وكنعطيهم امثله مبسطه واضحه مباشره باش يكون عندهم علم ودرايه بتخوفنا كاباء، وكذلك ندفعهم لتعبير عن يعني تخوفهم باش ينقص من التاثير ديال. كذلك لا ما ننساوش حنا كنهضروا معهم في هذا الموضوع باش اننا كل مره نشجعهم على انهم امضوا واحد الفتره طويله ونجحوا هذه الفتره ديال الحجر الصحي، وما كاين اصابات والحمد لله، وهذا الشيء كيتجلى، انتما كتشوفوا هذه الارقام وكذا الى اخره. هذا التشجيع ديالهم كيجي عليهم يحسوا بشويه من الامان. كذلك ملي كيكونوا شي اجراءات اخرى يجب ان نشرح لهم شنو هو الفيروس، كيفاش نغسلوا يدينا، كيفاش نوضعوا الكمامه، كيفاش هذا، كيفاش الا بغينا نطلعوا على الاصدقاء ديالنا من الشرجم ولا نتصلوا بهم، شنو الحوايج اللي خصنا نتصلوا بهم. كذلك يجب ان نراقبوا الاطفال ديالنا باش ما يتعرضوش لذاك الوابل من الاشاعات والاخبار الكاذبه عبر وسائل التواصل الاجتماعي اللي كتزيد من التخوف والقلق ديالهم. احيانا يطلعون عليها ويسال من الاباء، ولكن في كثير من الاحيان وخصوصا المراهقين لا يطلعون اباءهم على هذه الاخبار الكاذبه ويتقاسمونها مع ذويهم عبر شبكات التواصل الاجتماعي، ويمكن ان تؤثر عليهم بشكل سلبي. طبعا بعض المرات ملي كيكونوا الاطفال كيبكي ولا كيحزنوا ولا كيحسوا بالهمم، خصنا نشرحوا لهم هاد الاحساسات ديالهم، راها احساسات عاديه بالنسبه اللي كيعيشوا الحجر الصحي وما شافوش الاصدقاء ديالهم والعائلات ديالهم، وهادشي راه عادي باش يحسوا بان هادشي اللي عندهم ماشي بوحدهم، وبالتالي باش نقص التاثير السلبي عليه. كذلك يجب ان نشتغل على بخصوصا بالنسبه للاطفال الصغار على مساعدتهم في تحويل احساساتهم اللي كيعبروا عليها بالجسم ديالهم او بالقلق والتوتر ديالهم باش يعبروا عليها لفظيا، وان نساعدهم في ايجاد الالفاظ. مثلا نقول له واش تيجيك الملل، واش كتحس قنطان، واش كيجيك الخوف، نلقاو لهم حنا دوك الالفاظ اللي هما ما لقاوهمش. كذلك نساعدهم باش انهم يعبروا كذلك بطريقه اخرى ماشي بالجسد والسلوك ديالهم، كذلك عن طريق الرسم واللعب والمسرح والموسيقى وممارسه بعض الهوايات اللي غتجعلهم بطريقه غير مباشره يعبرون عن احساساتهم ومشاعرهم. ما ننساوش بالاساس اننا لا يعني الحجر الصحي انهم يكونوا معزولين، فنساعدهم انهم يتصلوا بالاصدقاء ديالهم بالاهل ديالهم عبر التليفون، ونكونوا تنأسيستيهم يتصلوا بهم يضحكوا معهم يلعبوا معهم، لان الحجر الصحي لا يعني قطع الاتصال مع الاخرين. بالنسبه للمراهقين كتعرفوا كيف قلنا قبيله انهم تيكونوا تيمروا بواحد الفتره لابراز الذات، فمره مره نخليهم ديك العزله ديالهم في لاشومبر ديال في البيت ديالهم، لانهم كيحتاجوا لذاك البقاء لنفسهم والتفكير والخيال ديالهم، وانهم كيحتاجوا لذاك الفتره ديال يكونوا في سلام لوحدهم. نؤكدوا على شيء اساسي، انه دائما لما تنطرقوا للاثار النفسيه على الاطفال تنهضروا على الاثار النفسيه الانيه، لكن لا ننسى بعض الاثار النفسيه اللي كتبان على المدى المتوسط والبعيد. وهناك بعض الاضطرابات وخصوصا ما يسمى بالاجهاد، حاله الاجهاد ما بعد الكرب او ليزيتا دو ستريس بوست تروماتيك، يجب ان يكون الاباء اكثر دقه واكثر اعتناء في ملاحظه بعض نوع الاضطرابات كالكوابيس، كاضطرابات النوم، كحالة الاكتئاب والاضطرابات القلقية التي تظهر عند بعض الأطفال حين يتذكرون أو أي شيء يمكن أن يذكرهم بفترة الحجر الصحي أو الوباء ديال كوفيد 19، والتي تأخذ وقتا كبيرا ويمكن أن تؤثر على دراستهم وتعيقهم في حياتهم اليومية، بأن يلجأوا إلى طبيب نفساني لعلاج هذه الحالة اللي عندها مضاعفات، خصوصا حالة الاكتئاب فيما يخص هذا فترة التمديد. كان بأمنية ديالنا هذاك إعادة النظر الأسبوعي في بعض الأقاليم باش أنهم يأخذوا بعين الاعتبار
انه ينظموا ولو واحد الوقت قصير للاباء اللي كيعطيهم واحد رخصه استثنائيه باش انهم يخرجوا الاطفال خصوصا ما بين 3 سنين و 12 سنه يخرجوا غير يشوفوا ويدوروا لان هذاك مهم في التنميه ديال القدرات العاطفيه ديالهم والادراكيه لان هذه المده الطويله يمكن ان تؤثر سلبيا على نموهم العاطفي والادراكي وشكرا.